مساكم الله بالخير مشاهدين في برنامج ذاكرة كروية. حنستكمل اليوم الجزء الثاني مع الأستاذ الكابتن حمد عبد الله المري. أبو عبد الله، احنا يمكن في الجزء الأول تكلمنا عن أشياء كثيرة حلوة جميلة في حياتك، سواء في الفريق أو المدرسة أو النادي. احنا بنتكلم اليوم عن شعار نادي الريان، شلون صار ومن اللي اختار الشعار؟ طبعا بعد تأسيس النادي وقبل الإشهار جلسنا لتكوين طبعا كان هناك مجلس إدارة يعني قائم ذاك الوقت، يعني بعد تأسيس النادي مباشرة. بعدين طرحنا من الأشياء اللي طرحت في مجلس الإدارة اللي هو موضوع شعار النادي. طبعا تم اختيار اللون الأسود. طبعا اللون الأبيض، طبعا كان الأبيض والأسود شعار نادي الأحرار، والأحرار أغلق ذاك الوقت يعني تو يعني حديثا تم إغلاقه. صح. فالأخ خالد بن سلمان الخاطر، المهندس خالد بن سلمان الخاطر، اقترح اللون الأحمر والأسود، وبالفعل تم الموافقة كمجلس إدارة على هذا الشعار، ومن ذاك الوقت هو شعار النادي وحتى الآن. فيعني هذا بالنسبة لموضوع الشعار. أي نبي نتكلم عن تنقلات المقر، مقر النادي، مكان في وين طبعا، كذا كذا مره انت انتقلتوا صح؟ اي طبعا. تفضل قول. يعني البدايه مثل ما ذكرت في السابق ان استاجرنا بيت محمد بن علي ال ابراهيم. نعم. وهذا البيت يفصله شارع عن مدرسه الريان القديم، وملعب مدرسه الريان القديم هذا الملعب اللي كنا يعني نلعب فيه ونتمرن فيه. ملعب حصى طبعا. طبعا حصى ذاك الوقت ما في يعني، وناس تكسرت فيه يعني شمخت فيه. ما في يعني، وانا اكثر واحد يمكن انا المهم اي عقبها طبعا لما صار الدمج بين الريان القديم والريان الجديد، قلنا طبعا هذا في الريان القديم، فاخترنا فكرنا نحن نشوف مقر في المنتصف بين الريان الجديد وبين الريان القديم. وبالفعل اخترنا بيت عباد العبد الله في فريج عمر. نعم. فريج عمر، عمر الدفع. نعم. اللي هو هذا اللي في المنطقة اللي في المنتصف. فقعدنا هناك تقريبا إلى فترة. أكبر من البيت القديم. يعني بيت شعبي تقريبا. ايه؟ نفس الشيء بس. ايه؟ لكن ايه؟ على أساس في المنتصف. ايه؟ بين عشان ما حد يزعل. بين الريان الجديد، لا على اسهل لهم واسهل لنا اللي احنا يعني يجي النادي. عقب تم اشهار نادي السد، مجموعه من الريان الجديد، لاعبين الريان الجديد راحوا السد. لا افضل اللاعبين كانوا من الريان القديم، وهذا كان يعني بحكم ان مصلحه النادي ان هم يعني يشاركون في المباريات، هم احيانا مشاركتهم ضعيفة، فهم وجدوا أن هاي فرصة لهم إلى أنهم يروحون يشتركون في نادي السد لإعطاهم يمكن يجدون فرصة هناك للعبة يعني المشاركة. وكانت كرة قدم بس ذيك الأيام بس. إي بس ذاك الوقت كرة قدم. بعد ما يعني راحوا المجموعة ذلك رجعنا حنا إلى الريان القديم، استأجرنا بيت علي بن غصاب الهاجري، هذا في الريان القديم يعني جنب أو قريب من بيت الشيخ سلطان بن حسن. بعد علي بن غصاب رحنا بيت محمد بن راشد الحمودي، هذا أيضا قريب منه أيضا في الريان القديم. والله قعدنا هذا عدة سنوات. طبعا أنا في الفترة ذيك سافرت رحلة للدراسة، أنا سافرت من 72 لأمريكا لدراسة هندسة البترول، وغبت سنوات طويلة هناك. راحوا بيت محمود، بعد بيت محمود أنا رجعت وانتقلوا من بيت محمود إلى بيت سند الطبيشي. نعم. هذا يعني قريب من النادي اللي بناه الشيخ ناصر بن أحمد وتوقف البنيان فيه قبل فترة. أي. نعم. المهم رحنا بيت طبعا المقر اللي هو بيت سند، قعدنا هناك ثلاث سنوات. الشيخ ناصر يعني بناء استكمل بناء النادي اللي هو مقرنا اللي قبل ما ننتقل الى المقر الحالي. نعم. وانتقلنا فيه وقعدنا سنوات طويله، وعملنا زرعنا كان في مدرجات صغيره، رحنا عملنا زرعنا بجهود ذاتيه
زرعنا الملعب، عملنا ملاعب للطائرة، للسلة، لليد، الأشياء الطريفة أيضاً. طبعاً كانت يعني اهتمينا باللعبات الثانية. درع التفوق العام 12 سنة متواصلة كان نادي الريان يحقق. طبعاً هي عبارة عن تقييم الأداء الرياضي والثقافي، ويعطونك نقاط على على نعم. 12 سنة متواصلة ما شاء الله. في لعبة من اللعبات تقريباً شبه انتهت عندنا اللي كرة السلة، ما في، كان اثنين كبار، واحد اسمه حميدان وواحد رستم وما المهم، رحنا اتخذنا قرار دوت بإلقاء اللعبة. إلقاء اللعبة يعني الغناء منها. رحنا كان عندنا مدربين اثنين، واحد محمد حسن وأحمد عبد الهادي، وقلنا كل واحد يشتغل، بدينا من الصفر. رحنا قلنا لهم أنتم مسؤولين، تمرون تروحون المدارس تروحون هذا وتجيبون لنا يعني خامات تصلح لكرة السلة. بالفعل هذا يعمل وهذا يعمل، هذا إدارته وهذا إدارته وهذا متابعة وهذا متابعة. بعد بدينا اشتركنا في الأشبال، بعدين اشتركنا في بدينا نشارك في الناشئين، بعدين في الشباب، بعدين الفريق الأول، واحتكرنا اللعبة لسنوات طويلة. يعني ذيك الخطوة كانت أساس لبناء هذه اللعبة من 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 لا شيء. صح. الطائرة أيضا كان مسيطر عليها النادي العربي، بدينا أيضا نطور اليد، أيضا صرنا من الفرق المنافسة القوية. نعم. حققنا بطولات فيها. الطائرة أيضا العربي بعدين بدينا نهتم بها وهذا، وبدينا يعني نفوز على بعضين، نحقق بطولات بدينا. فهذه يعني صار يعني اهتمامنا كان مو بس يعني كرة قدم، أيضا اللعبات الثانية. نعم. عقبها طبعا انتقلنا إلى المقر الحالي اللي هو طبعا اللي بنت الدولة. في الأول كان نادي الريان من ضمن الأندية الثانية، يعني كان مفروض أنه ينبني خلال الفترة اللي بنى فيها النادي العربي والخور وقطر والأهلي، لكن كانت مشكلة على الأرض اللي تم تخصيصها لنادي الريان. طبعا ما قدروا ما يبنوها. لما جاءوا بعدين فترة قالوا يبغون يبنونها بنفس، عقب عشر سنين قلنا لهم يبون يبنونها بنفس المواصفات وبنفس المواد اللي كانوا جايبينها. قلنا لهم لا، وين رايحين انتم؟ مش معقول، ما راح، هذا مو صحيح. يعني احنا بعد 10 سنوات تبنون لنا بنفس الانديه رغم عيوبها ورغم مشاكلها. المهم بعدين رفضنا طبعا، وعقب بنوا النادي بالطريقه طيب، حيط نادي استاد يعني مرتب ومجلس اداره مرتب والى الامور هذه. أبو عبد الله، نبي نتكلم عن المحترفين اللي جوا من برا اللي شاركوا نادي الريان، بعض منهم مو كلهم. مر على نادي الريان العديد من المحترفين، ولكن يعني البداية كانت برونو البرازيلي، وطبعا هذا كان لاعب مميز يعني خاصة بالكرات الثابتة. أيضا إزفالدو كان في خط الدفاع ولعب سنوات عديدة مع نادي الريان، بعدين انتقل للغرافة، وبعدين فرانك ديبور وألين ديبور لاعبين معروفين الهولنديين الهولنديين، بعدين هيرو، بعدين باسلر الألماني، وبعدين غارسيا، وشعيب المباركي ما شاء الله، وصبري اللموشي، يعني أعداد كبيرة، لكن طبعاً يمكن الوقت لا يتسع لي صح صح لذكر هؤلاء. وبالنسبة للمدربين يا أبو عبد الله، مدربين طبعاً إحنا بدايتنا قبل الإشهار كان عندنا مدرب اسمه علي كلتش. علي كلتش كان لاعب في الأحرار صح، واستعنا به في التدريب. نعم. بعدين جاء مبارك السوداني الله، وبعدين جاء السر سالم معروف. اي سر سالم كان مدرس رياضه وكان من معروف يعني تربية التعليم. نعم. اي وبعدين مبارك فرج مدرب ولاعب الله، مال الله عبد الله مدرب ولاعب، بعدين جاء صالح يوسف. نعم. مع مجموعه المدربين اللي جابوهم الاتحاد. اللي جابوهم الاتحاد. نعم. اي وبعدين عبد المنعم الحاج الله فتره، بعدين جانا جورج اظن انجليزي كان لاعب مشهور في الارسنال. نعم. اي وبعدين تواصلوا المدربين، طبعا المدربين. نعم. رينيه طبعا، فوساتي كان. نعم. اللي حقق مع. نعم. الدوري، بالاضافه الى طبعا لادروب حاليا الوقت الحالي. ان شاء الله ابو عبد الله احنا بنواصل معك بعد الفاصل ان شاء الله. Thank you.
مشاهدينا رجعنا من الفاصل والحين نتكلم مع ضيفنا العزيز حمد عبد الله المري. ابو عبد الله احنا نتكلم عن دورات الخليج، يمكن انت بصفتك عاصرت بطولات الخليج. في موقف صادق انت يمكن نتكلم قبل اللقاء تكلمنا معك ان هناك في موقف وانت رايحين البحرين 1970 دوره الخليج، تكلم عن هالموقف. طبعا دوره الخليج الاولى في عام 1970 طبعا انا كنت في طبعا نادي الريان ذاك الوقت طبعا فقررت انا ومجموعه من الاخوان الاصدقاء من ابناء النادي ان احنا نحضر الدوره هاي ونشارك يعني في خاصه كجهد ذاتي يعني من جهدكم انتم. اي لا لا جهدنا طبعا احنا فطبعا كانت الوسيله المتاحه في ذاك الوقت اللي هو عن طريق اللنجات يا برويس يا بظروف. طبعا في ذاك في ذيك السفره يعني قررنا ان احنا نروح مع في لنج لمحمد ركيط المناعي هاي طبعا في بظروف، وكان الموعد على اساس المغادره بعد المغرب. صادف انه هواء في ذاك في ذيك اللحظه، ف ناخذت صاحب اللنج قرر قال نحن ما نقدر نمشي الان، خلينا ننتظر الى ان يهدأ الجو. نعم طبعا كان في مجموعه طبعا الساعه تقريبا 12 يعني بدا السفره، بدينا السفره ركبنا طبعا مجموعه وكانت كان اعداد كبيره يعني ليس فقط من الريان وجماهير مختلفه مع جماهير معظم جماهير الانديه في ذاك الوقت. المهم انه هو ما عمل حساب يعني عشاء للمجموعه هذه. المهم في عمل حاجه بسيطه ما تكفي يعني ولا 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 واحد في ولا احد من العشره لا هذه من الاشياء يعني اللي ما تنساها اللي ما ننساها يعني. بالنسبه ابو عبد الله انت يمكن عاصرت اجيال كثيره من الانديه، تذكر استاذ الدوحه واستاذ خليفه جونا يمكن اكثر من نادي ومنتخب، لو تذكر بعض المنتخبات اللي جونا هنا في الدوحه. كان في طبعا انا يعني استاد الدوحه انا كنت في اول اعدادي في وكان الصف مطل على استاد الدوحه في ذاك الوقت، يعني افتح النافذه اشوف استاد الدوحه قدام. كان في 1960 يزرعون النادي، يعني زراعه نادي الدوحه بالنجيل كان 1960 وطبعا كان معظم البطولات كانت تقام عليه، الدوري البطولات الى ان بدات الانديه يعني تبني منشاتها وتلعب في ملاعبها. لكن استاد الدوحه ذاك الوقت كان طين اول صح. كان ترابي صح. بعدين زرعوه في ذيك اللحظه وهذا انا عاصرته من بدايته يعني معظم البطولات كلها تقام، وكان كل نادي له مكان له جزء من الملعب يعني مثلا الاهل ها مشجعين اي نادي الريان وين كان بالضبط؟ احنا في الناحيه الجنوبيه الغربيه اي كان الاهلي بعدين اعتقد الوكره ورانا بعدين التحرير الوحده. بصراحه من اكثر جمهور ذيك الايام؟ بصراحه يعني اكثر جمهور والله يا اخي يعني انا اقول لك يعني الريان والعربي، العربي طبعا ايضا كان يعني بعد الدمج يعني عنده جمهور ما هذا لكن الريان ايضا كان له جمهور. الريان بس توسعت القاعده عقب ما اخذوا البطولات طبعا عقب ما وبعدين الريان يعني جماهيره مش مبنيه على فقط بطاقه الريان. ابو عبد الله نتكلم عن انجازات نادي الريان يعني يمكن وصولهم لكاس الامير اكثر من 9 مرات نهائي ما ياخذونه في البدايات، نبي نتكلم عن هالموضوع. يعني مثل ما ذكرت يعني توصل نادي الريان الى نهائيات عده كأس سمو الأمير. كأس سمو الأمير نعم وما حقق 9 مرات تقريبا 9 مرات على ما أخذ البطولة. ما أخذ البطولة يعني يخسر. إيش السبب؟ يعني ما أدري يعني حتى مرة يعني شيء طريفة يعني كنا كان في ذهاب وإياب وكان مباراتنا مع الأهلي لعبنا معاهم كسبنا 1-0 في الأهلي. المباراة الثانية يعتبر ملعبهم لعبنا معاهم سجلنا 1 تعادلوا معانا ها بعدين في الوقت الضايع كان حارسنا يونس احمد يونس نعم وطبعا حارس الراس ممتازين المهم جات هجمه عاد المرة تقريبا يعني
في آخر رمق يعني آخر فرصة مشى مشى وشوتها وتروح عند سبيله. حسن سبيله. حسن سبيله. المهم إنه يجونا راح أكثر من مدافع مضاف واسمه ويونس راح بعد أيضا. نعم. واثنين من المدافعين معه. المهم شاتها جات جهة نادي الريان وإلا الجول فاضي وعبد الله عبد الله أحمد يشوته في الجول الفاضي 2-1. احنا فزنا 1-0 2-1 حسب الأهداف ما هذا صار لمصلحتهم وخذوا يعني يعني كان لو إن ما جات الفرصة هذه كان يأخذها الريان. فمثل هذه يعني نعم يعني الريان يلعب ويبدع ها ويخسر المهم اللعب. بعدين انفكت العقدة حقق النادي أظن 75 أو حاجة حقق بطولة الدوري وبدت تتوالى البطولات كأس الأمير وكأس ولي عهد. لما أول ما استحدثت البطولة أخذنا أول موسمين لكأس ولي العهد. أنت استلمت نائب رئيس اتحاد الكرة نبي نتكلم عن هذا الموضوع لأن هذا الموضوع يهمني صراحة ويهم المشاهدين. ايه طبعا كنت في ذاك الوقت كنت في نادي الريان طبعا يعني كان رئاسة الشيخ مشعل في ذاك الوقت. المهم الأندية طبعا اجتمعنا كرؤساء أندية أو كمسؤولين في الأندية لا. ويعني ناقشنا موضوع يعني الكورة بشكل عام فوجدنا أن يعني كل كان الرأي أنه والله الكورة يعني في انحدار وأنه لابد أن يكون هناك يعني يعني خطوات لتطوير الكورة نعم ورفع يعني مستوى. لأن أول كانت الفرق أي فريق في الخليج كان يعطينا 5-6 يعني يعني بالراحة بالراحة له. وطبعا من باب يعني غيرتنا وحرصنا وجدنا أنه لابد أنه وضع حل صح. كان على أيام فرانك وينجل كان هو المدرب نعم وشاركنا يعني ونتائجنا وطبعا نعم. كان في نوع من يعني مش مرتاحين أيضا على قضية المنتخبات ووضع المنتخبات فطبعا عرضنا الموضوع في ذاك الوقت على سمو الأمير الوالد فطبعا قال ناقشوا وشوفوا أعطوني رأيكم يعني في الموضوع yeah. فصار يعني عدة لقاءات معه نعرض عليه وجهة نظرنا أنه لابد أن تغيير فقال يعني خلاص يعني أنتوا شوفوا غيروا يعني أعطانا الضوء الأخضر لتغيير الاتحاد فطبعا اخترنا مجلس إدارة من ضمن المجموعة من ضمن رؤساء الأندية المجتمعين يعني فتم اختياري أنا نائب الرئيس. هي في البداية طبعا أنا طبعا طرحت نقطة إن بدل ما نختار الرئيس من الآن ها ويعني الاتحاد اقترحت إنه والله خلوا الرئيس لاختيار سمو الأمير الوالد على أساس يختار شخص عن طريقه ويكون يعني قريب منه وهذا طبعا يعني يعطي دعم للاتحاد نعم. وبالفعل تم اختياري انا نائب الرئيس محمد مبارك العلي نائب الرئيس طبعا محمد فرج امين السر العام من الرئيس الرئيس منه خليناه فاضي يعني تركناه لاختيار الامير الوالد نعم سمو نعم. الامير الوالد نعم. نعم. وطبعا كان معنا عبد الله المال عبد الرحمن بن عمير يعني قيادات يعني كل واحد منهم يستطيع ان يدير نادي بمفرده زين نبي نعرف الحين رئيس اختامنا يعني قبل ختام المعرفه بس احنا نعم. بدانا اي من البدايه يعني من اول ما تشكل الاتحاد بدانا نعمل لوائح لوائح تنظيم نوع من التنظيم والهيكله والمسابقات نعم. الماليه المنتخبات واشتغلنا وشكلنا اللجان وبدينا نجتمع نعم. يعني بدينا نقرر حتى يعني لو بدينا في يعني كان عندنا طبعا استعنا بعلي قنديل يعني معروف حكم الدولي طبعا ايه مستشار للاتحاد وبدينا نشتغل بالفعل وبعدين تم اختيار سلطان السويدي ليكون رئيسا للاتحاد سلطان بن خالد سلطان بن خالد حلو وبدينا مع يعني كمجموعه وطبعا بدأت يعني البداية كانت أمامنا بدورة الخليج طبعا استغنينا عن فرانك وينجل
المنتخبات ألغينا المنتخبات لأن في كبار في السن وفي في خلاص يعني في مجموعة يعني من الصعب جدا أنك تتعامل معاهم صح. ولذلك حنا يعني شكلنا ثلاث منتخبات، فريق الأول، فريق الشباب والناشئين. عملنا معسكر في البرازيل شهرين، خذنا منتخباتنا لمدربينا، وكان بعد ما تعاقدنا مع إيفريستو وسيباستيان وفريا، فريا كان ماسك الناشئين سيباستيان نعم. الشباب نعم. وبدأنا نشتغل. وبعدين حتى يعني من الأشياء اللي على أساس يعني كنا نعمل روتيشن بالنسبة لل أساس الفريق ما يقعد شهرين في مكان واحد، فعشرين يوم عشرين يوم عشرين يوم، وهذا كان من أنجح. وكان معظم من النجوم اللي 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 برزوا، وهو يمكن وضع الأساس لأستراليا معسكر الله. هذا ايه. انضباط ما في يعني لاعب يعني ما في يعني خروج يعني في تنظيم يعني بالفعل تركيز في تنظيم يعني لا نعم. وبالفعل هذه كانت يعني يعني نجحنا فيها الحمد لله. وسلطان طبعا ايضا كان يعني نعمل طبعاً كان وكنا يعني متعاونين لان المجموعه يعني ليش صحيح. النجاح صحيح. لان المجموعه هذه هي يعني كل واحد يدير ناديه اصلا. بالنسبه اخترنا انا قلت لك النقطه اللي ما قلت لك اياها ان مساله دوره الخليج الخامسه في العراق كنا احنا استغنينا عن فرانك وينجل ولا نقدر نجيب مدرب جديد لان حتى لو جبنا مدرب ما راح يعني يستطيع نعم. ان يعمل شيء نعم. فاخترنا حسن دقدق حسن عثمان نعم. ورحنا حقيقه وما يعني النتائج ما كانت بالمستوى المطلوب أيه. بعدين جاء إيفريستو واستمر أيه. يعني بدأنا يستمرون المنتخبات واهتمام بها ومتابعتها نعم. وبدأنا نحقق بطولات على مستوى اللجنة الدورات الأولمبية على مستوى الناشئين صرنا نوصل إلى كأس نعم. العالم نعم. الشباب نعم. وبالفعل يعني تطور ملحوظ كان ذيك يعني كانت أنا طبعا استمريت معاهم إلى 84 يعني أول كان في دورة الخليج كانوا يهزمونا بعدين صرنا يعني لو هزمونا بواحد صرنا نتعادل صرنا نفوز إن شاء الله أي يعني وبدأت يعني المسيرة يعني على العموم يا أبو عبد الله كلامك جميل وذكريات جميلة وتاريخك الطويل هذا الجميل صراحة لا الله يسلمك نشكرك في ختام البرنامج وإن شاء الله نلقاك دائما في صحة وسلامة طبعا أنا أشكركم مرة ثانية على هذه الدعوة أرجو أنكم ما كنت ضيف ما كنت لا بالعكس ضيف ثقيل عليكم أثريتنا يعني. والله أثريتنا احنا في الختام عندنا الكرة هذه أبو عبد الله شوف لك خانة ذكرى للقناة أي. شوف لك خانة اكتب اسمك وتوقيعك شوف أي خانة فاضية اكتب وين هذه شكرا عفوا مشاهدينا الكرام نشكر ضيفنا العزيز وإن شاء الله نلقاكم في حلقة قادمة وضيف آخر مع السلامة